السلام عليكم، وياكم عبد العزيز من بيوند اكشن. طبعا انت بتطلع الفيديو هذا يا انك مسجل ويانا في رحله، يا انك بتسجل في رحله، يا انك فضولي تبغى تعرف السالفه، مو مشكله. الهدف من هالفيديو اليوم اشرح لكم الاغراض اللي تحتاجونها في رحلات المشي الجبلي في اليوم الواحد، يعني بدون اي تخيل. السؤال اللي دائما نطرح نفسه، شو الاغراض؟ شو الاشياء اللي ناخذها؟ اليوم بنراويكم الاغراض اللي موجوده بحيث انها ساعدكم تشترون الاغراض اللي تبونها حق الرحله. طبعا من الاساسيات نبدا من البدايه الجوتي. جوتي الهايكنج يفضل انه يكون داعم للكاحل اللي هو انكل سبورت، والجوتي في العاده يكون يابس من قدام على اساس اي ضربات، ويكون في عنده الجريب اللي هو لدرجه التماسك بالصخور. طبعا في العاده ينصحون فيه انك تاخذ بهام اكبر عن قياسك العادي. طبعا لما تروحون محلات الجواتي ممكن تسألوهم على اساس يعطوكم النصائح. تأكدوا ان الجوتي ما يكون قديم وايد وانه صالح للاستخدام على اساس ما ينقطع عنكم وقت الرحله، خاصه اذا طالعين رحلات طويله. طبعا يفضل انك تكون مجرب الجوتي ومستخدمه. ما ننصح بجواتي الرياضه في كل المسارات لانه ممكن يزحلق، ممكن بسرعه تجيك اصابات او كاحل ملتوي. من الاشياء الضروريه بعد مع الجواتي اللي هي الشرابات او الجوارب او الزلاغات على حسب التسميه. طبعا في عندكم نوعين، في شيء يسمونه اللاينر وفي شيء يسمونه اللي هو السوكس العادي الجرب. تركزون فيه انه يكون سمكه شوي ثقيل، هذا اللي ينفعكم على اساس انه ما تضرب، يخفف من قسوه الجوتي. ولازم تاكدون انه يكون بريثبل. طبعا في عندهم في يكون انواع، في اشياء للصيف، في اشياء للشتاء. انتم ركزوا تحاولوا على حسب البيئه اللي انتم رايحينها. في الامارات عندنا بالعاده ناخذ اللي هو الجرابات الصيفيه في الصيف، وفي الليل ممكن تاخذ الشتاء. مثل ما قلنا بعد اللاينرز مهمات اللي هو تلبسه تحت الجراب الاصلي. الهدف منه يحميك من فقاعات الماي اللي هي تستوي لك بعد كثره المشي. الجزء الثاني المهم بعد اللي هي الملابس اللي نلبسها. طبعا في الهايكنج نتجنب قد ما نقدر نلبس الملابس القطنيه بحكم انها تكون تمتص المياه بالعرق وتسبب ثقل وتسبب عدم ارتياح. طبعا القطن سواء كان في الزلاقات، سواء كان في الملابس الداخليه او في الفنايل. دائما احنا ننصح ان الواحد يلبس البنطلون. طبعا البنطلون يكون للهايكنج، في عندك انواع اللي هو يكون يا بنطلون كامل او اللي هو يستوي له شورت. في ناس تحب تلبس الشورت لكن احنا ما نحب هذا، خاصه في بيئه الامارات اللي بالحصى يكون حاد، فلا سمح الله اذا واحد طاح ممكن ينجرح بسرعه، فالافضل انه يكون البنطلون. طبعا هذا احنا ننصح فيه. بالنسبه للملابس الباقيه عندكم فوانيل الهايكنج. طبعا الواحد دائما يحاول ياخذ اللي يقول بريثبل، وفي طبعا فنايل مخصصه للهايكنج تعطيك تنفس للجسم وقت الهايكنج وتشعر بأريحيه. طبعا يا تلبس نص كم، وفي ناس تفضل تلبس الكم طويل على اساس ما تتعرض للشمس اذا عندك حساسيه. طبعا كل واحد يعرف شو اللي يناسبه. ننتقل للجزء الثاني بعد اللي هو الكاب او قبعه الشمس. في انواع كثيره عندكم، هالنوع اللي هي مثلا في غاضي للرقبه، عندكم النوع اللي هو العادي، وعندكم الانواع الثانيه. طبعا كل واحد يعتمد على حسب النوع اللي هو يفضله. دائما ننصح ان تكون الكاب مخصصه للهايكنج، انها تكون خفيفه في نفس الوقت ما تمسك العرق ولا تسبب لك صداع وقت المشي. الكابات العاديه ممكن تسبب لك صداع اذا مشيت فتره طويله. شيء ثاني بعد مهم عندنا البف. شو فائده البف هذه؟ طبعا هاي عندها عده استخدامات. ممكن تحطيها تنشيف العرق، ممكن تعلقها في يدك، او ممكن تلبسها على رقبتك. والهدف انك تلبسها على رقبتك على اساس تحمي رقبتك من اشعه الشمس. طبعا احيانا انتهينا من الاغراض اللي الواحد يلبسها. بالنسبه لاخواتنا المحجبات دائما ننصح انها تكون لابسه الحجاب، يكون خامته بالمناسبات الرياضيه، او ممكن يكون يعني ما يكون في قطن، وقد ما تقدر تكون تلبس اللي هي الاشياء اللي ما تكون رصه وايد على راسها على اساس ما تسبب لها مثل ما تقولون يعني وقت المشي ما تكون ضغط على راسها وايد. خاصه من الملابس من ضمن الامراض اللي تحتاجونها بعد النظارات الشمسية. يفضل انها تكون بلاستيك ورياضية.
بتكون اريح لكم وقت الجديد. للطوارئ والسرفايفل تحتاجون يكون هيد تورش، دائما تاكدوا ان يكون هيد تورش، لا سمح الله الواحد ما يعرف الظروف اللي تكون موجوده في الهايكنج، فممكن تحتاجون تستخدمون الهيد تورش. ننتقل لاغراض الاكل، دائما انصح تجيبوا لكم نظاراتكم الماي اللي هي تتعبى على اساس تحافظون على البيئه وتعيدون تستخدمونها اكثر عن مره. عندكم مثلا هاي ممكن تتحط في الجيم، وعندكم الووتر بلدر، طبعا هذه اسهل وقت المشي، الواحد يقدر وهو يمشي يقدر يشرب الماي وتكون موجوده في الشنطه. عندكم بعد نوع من النظارات بحيث انه بعد ما تستخدمونها ما تاخذ مكان في الشنطه. بعد الرحلات تحتاجون شيء منكم السكين والخاشوقة والشوكة، في عدة أنواع طبعا كل واحد على حسب راحته. هاي على أساس ما تستخدم وياكم أغراض البلاستيك وتقللون قد ما تقدرون من الوسط أنكم ترجعون وياكم. نفس الشيء كوب سواء بلاستيك حديد معدن تكون وياكم، أفضل على أساس إذا وقت الرحلة تاخذون تشربون شاي ويانا إن شاء الله يكون وياكم موجود الكوب. الأكل اللي ينصح فيه دائما يكون وياكم في الهايكينج، اكل يكون خفيف على المعده وفي قيم غذائيه عاليه، عالي البروتين عالي الكربوهيدرات، لان الواحد يتحرك يحتاج يحرق. من ضمن الاشياء هاي اللي هي الانرجي بارز موجوده، تكون فيها سعرات حراريه او بعض الشوكليتس او المكسرات او الفواكه، دائما ننصح فيها. خلصنا اغراض الاكل، ممكن تاخذون وياكم باور بانك احتياطا، الواحد خلص شحن تليفونه تاكدوا منه، طبعا اذا واحد يحتاج كاميرات يجيب الكاميرات وياه. وشيء بعد ضروري الواحد يكون وياه السن بلوك، طبعا على حسب نوع السن بلوك على حسب الحراره، في مثلا 50 بلس اللي هو اشعه فوق بنفسجيه تحميكم من الاشعه ومن الحروق الجلديه. نقطه مهمه عصا الهايكنج، دائما الناس تقول انا ما احتاج عصا الهايكنج، انا لياقتي مناسبه. عصا الهايكنج الهدف الاساسي منها تعطيك التوازن وقت المشي وتخفف الحمل على الركب وقت النزول، ووقت الصعود تعطيك الدعم المناسب، فدائما ننصح انك تكون ياكل العصا لو ما كانت اثنتين على الاقل وحده. طبعا انواع مختلفه في العصي وطريقة استخدام العصي نقدر ان شاء الله نشرح لكم اياها قبل ما نبدا الرحلة. الاغراض هاي تحتاجون تحطونها في شنطة او حقيبة يومية، تكون وياكم شنطة اللي هي تستخدمونها، طبعا مو هاي الشنطة، هاي شنطة رياضة. شو من مشاكلها؟ ان لو تلمسونها في وقت الهايكنج بتتمم اتتنكم والوزن كله بيكون على الكتف، فطول الرحلة بتحسونكم تمشون و كتفكم يعورلكم، ترفعونها في نفس الوقت تضرب في الظهر، ومو مصممه بطريقه انها تمشي العرق من جسمكم، فما نستخدم هاي، نستخدم شنط الهايكنج اللي هي مخصصه للهايكنج. ديناميكيه الحركه فيها تعطيك تهويه، تكون مريحه للمسافات الطويله او المسافات القصيره. طبعا انت عندك في اليوم الواحد تحتاج من 15 الى 30 او 35 لتر بتكون مناسبه لليوم الواحد. طريقة لبسها أو أشرح طريقة اللبس الحين بالتفصيل، ممكن نشرحها في فيديو ثاني، لكن المميز فيها أنها تكون سبورت، الوزن يكون كله على الخصر، وفي نفس الوقت الكتف ما يشيل الوزن كامل، فمهما تعبونها من الأغراض على حسب اللتر مالها ما بتحسون في ثقل الشنطة العادية. وفي نفس الوقت مثل ما قلنا بالساعة تقدرون تحطون فيها مطارة الماي ويكون اللي موجود عندكم، فبحيث ما انكم تمشون تسهل توصلون للماي، تقدرون تشربون شربات بسيطة في وقت المشي. طبعا في عدة انواع من الشنط، هاي نوع من الشنطة، هاي بعد تكون شنطة الهايكنج، الواحد على حسب ميزانيته وعلى حسب قيمة الاستثمار اللي هو يستثمر في الشنطة. وانا اقول ليش استثمار؟ لان الشنطة هاي في منها ضمان مدى الحياة، وفي منها مثلا تخترب عندك بعد فترة بسيطة، فالواحد يشوف الأغراض اللي تناسبه وتعطيه فترة أطول. شكرا لمتابعتكم الفيديو، أتمنى أن قدمنا لكم معلومات تفيدكم في رحلات الهايكنج، ودائما أتمنى لكم السلامة، تمارسون الهواية هاي بشكل آمن وإجراءات السلامة المطلوبة. إذا حابين تعرفون أي تفاصيل عن الأغراض أو وين تشترونها في الإمارات ممكن تتواصلون ويانا على أرقام التواصل أو على حسابنا في الانستغرام @beyondaction. أتمنى لكم مغامرة ممتعة.